الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: اذكروا نعمة الله عليكم صدق الله العلي العظيم. النساء دائما يتذمرن إذا حدث نقص في نعمة من النعم عندهن، يتذكرن تلك النعمة ويذكرن تلك النعمة التي فقدناها، بدل أن يتذكرن ويذكرن النعم الكثيرة التي يتنعمن بها. النساء شكرهن قليل، قليلات الشكر. هذا كلام الرجال، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح، بالفعل بالفعل هن هكذا. قليلات الشكر. لكن هل هذه الصفة السيئة خاصة بالنساء؟ الرجال لا يتذمرون يعني؟ الرجال لا ينسون نعم الله سبحانه وتعالى ويركزون على النعم التي فقدوها؟ الرجال أيضا عندهم هذه المشكلة. لا أريد أن أبرر للنساء، الغلط غلط من الرجل أو من المرأة. المرأة تقول أنت أيضا قليل الشكر، هو قليل الشكر أو لا؟ أنت لماذا قليلة الشكر؟ هي قليلة الشكر أم لا؟ أنت لماذا قليل الشكر؟ تبرير للغلط غلط. هذه الصفة سيئة، كانت في الطرف الآخر أو ما كانت في الطرف الآخر. ليس المقصود التبرير للنساء، لا أبدا، وليس المقصود التعميم لكل الرجال ولكل النساء، ولكن هذه طبيعة، طبيعة سيئة، طبيعة خاطئة. قد يقال أن النساء هذه الصفة أشد فيهن، الآن ليس كلامي عن هذا،
لا أريد أن أنكر ولا أريد أن أثبت هذا المعنى، إنما هناك مشكلة في البشر كطبيعة، لا في كلهم، في أكثرهم، مشكلة التركيز على الأشياء التي يفقدها الإنسان ونسيان الأشياء التي يمتلكها الإنسان. الشكر قليل، أنا لا أقول، الله عز وجل يقول قليل من عبادي الشكور. هذه الصفة السيئة والعمل السيء، هذان شيئان، مشكلة قلة الشكر مشكلة نفسية ومشكلة عملية، إحساس غلط في النفس وعمل خطأ على أثر ذلك الإحساس الغلط. الشكر عمل، بعد من أبعاد الشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا، الشكر عمل، مشكلة في النفس ومشكلة عملية، مشكلة قلة الشكر. من أين جاءت هذه المشكلة؟ بعد من أبعاد مصادر هذه المشكلة الدلال الزائد عن الحد. نحن متنعمون بنعم كثيرة منذ البداية، منذ سنوات، شيئا فشيئا تعودنا على هذه النعم، بريق النعمة راح من نفوسنا، البريق ذهب، النعمة ليس لها بريق في نفوسنا، تعودنا عليها، ما جربنا أن نبقى 24 ساعة لا نمتلك لقمة واحدة من الطعام، ما جربنا هذا الشيء، لا نفهم معنى نعمة الطعام والشراب، قيمة هذه النعمة لا نعرفها، ما جربنا شيء خلاف هذا، دائما كانت عندنا أطعمة قليلا أم كثيرا، طيبا أم غير طيب، بالنتيجة الطعام كان موجود. مرت عليك 24 ساعة 30 ساعة ما عندك طعام، قد لا تأكل لظرف ولكن ما عندك طعام، مرت عليك، لعل أكثرنا ما مرت علينا في كل حياتنا ولا مرة واحدة هكذا وضع. ما جربنا أن نبقى في المستشفى سنة كاملة حتى نعرف قيمة نعمة الصحة أن تكون خارج المستشفى، لا نعرف القيمة. ما جربنا أن نكون مطاردين سنة كاملة من قبل أعداء، فقدنا سنة كاملة الأمن، لا نعرف قيمة الأمن. وما جربنا وما جربنا وما جربنا، عشنا في النعم، هذه العيش في النعم إذا لا يركز الإنسان تركيزا صحيحا شيئا فشيئا يفقده الشكر، لأنه يفقده قيمة هذه النعمة، يفقده بريق القيمة، بريق النعمة، لا يكون شاكر. الشيء الفلاني فقدناه، يتذمر، يحبط. هذه القضية التي حدثت، قضية الفيروس، هذا كم من الناس أحبط، كم من الناس تذمر، يا أخي عندك ملايين النعم، فرضا شيء الإنسان أصيب به، أصيب بشيء أيا كان، نسينا نعم الله سبحانه وتعالى، فيروس، فيروس غير ذلك، يعني ماذا؟ الناس أحبطوا أم لا؟ أحبطوا، حالة التذمر حصلت للناس أم لا؟ لأي سبب؟ بسبب أن قيمة النعم لا نعرفها. شيء خير.
خلل صغير حدث، ماذا صنعنا نحن من الكفران والعياذ بالله تعالى؟ أصلا هذه النعم كلها اجعلها جانبا يا أخي، نحن متنعمون بالنعمة الكبرى التي تذوب أمامها كل النعم، نعمة الإيمان، نعمة العقيدة بالتوحيد، نعمة ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه النعمة الكبرى التي نتنعم نحن بها، في مقابل هذه النعمة فقدنا نعمة صغيرة نركز عليها، نتذمر، نتأذى، نذكر تلك النعمة التي لا نمتلكها دائما، نسينا هذه النعمة الكبرى التي النعمة التي سماها الله سبحانه وتعالى منة في القرآن. الله عز وجل في القرآن كم ذكر من النعم؟ مئات آلاف، ما سماها منة. المنة هي النعمة الكبرى، النعمة العظيمة، نعمة الولاية سماها منة، نعمة ولاية أهل البيت. مرة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من. مر عن الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء يقول: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، من. مر عن الإيمان يقول: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الإيمان نعمة كبرى، الإيمان من. هذه النعمة عندنا وننساها. لماذا النعمة الفلانية غير موجودة ونركز عليها؟ نركز عليها يعني ماذا؟ يعني نسينا عظمة هذه النعمة. الذي عنده شيء كبير إذا فقد شيئا صغيرا لا يهتم، لا نهتم. نهتم يعني ماذا؟ يعني لا نعرف قيمة تلك النعمة الكبيرة التي نتنعم بها. كفران هذا أم لا؟ كفران. من يعرف قيمة نعمة الولاية؟ الذي كان يفقدها سنوات، ذاك يعرف. الذي يعرف قيمة نعمة ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو العلامة الشهيد الشيخ حسن شحاتة الله يرحمه. هو قال لي هذه الكلمة طبعا مرة، قال: نحن نعرف قيمة هذه النعمة لأننا فقدنا هذه النعمة سنوات طويلة، ما كنا متنعمون بهذه النعمة، ما كنا متنعمين بها، الآن تنعمنا بهذه النعمة، نحن نعرف قيمة هذه النعمة. طبعا هو أيضا لا يعرف قيمة النعمة، ولكن معرفته بقيمة هذه النعمة بصورة عامة أحسن من معرفتنا، أفضل من معرفتنا، لأنه كان يفقدها. نحن منذ البداية فتحنا عيوننا في الحسينيات، فتحنا عيوننا في المجالس الحسينية، فتحنا أسماعنا بنداء يا حسين. منذ طفولتنا كنا نسمع يا حسين. نعرف قيمة أن الإنسان يسمع هذه الكلمة؟ لا نعرف. فتحت ألسنتنا بذكر يا علي، نعرف قيمة هذه النعمة؟ هذه النعمة الكبرى. الإنسان مدلل، عاش في نعم. قيمة ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولاية أهل البيت ماذا نتحدث نحن؟ لا جانب من ولاية أهل البيت، خذ جانبا واحدا، لا نتمكن أن نعرف عظمة هذه النعمة. لا أقول ولاية أمير المؤمنين، ولاية أمير المؤمنين يعني مليارات النعم عليك، لا، خذ جانبا، لا نعرف، لا نثمن. إخواني، عندما أقول نحن منذ بداية حياتنا نشأنا في النعم فلا نعرف قيمتها، شخص فلان، أي شخص كان، شخصية مرموقة، حكيم عظيم، من هو؟
شخص عاش في الدنيا، سافر من شرق الأرض إلى غربها، عاش مع الناس المختلفين، صار حكيما. كل حياته تتلخص في ثلاث كلمات حكمة عظيمة، أربع كلمات حكمة عظيمة، خمس كلمات حكمة عظيمة. يعظم فهم جوانب ثلاثة أربعة خمسة من الحياة، شيء عظيم هذا. ونحن كلمات الحكمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كالمطر علينا. كم هي؟ عشرات الآلاف، مئات الآلاف، كم كلمة حكمة عندنا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ هذا الإنسان الذي عاش في هذا الوضع يعرف قيمة هذه الكلمات؟ هارون العباسي كتب إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، كتب عظني وأوجز، أريد موعظة موجزة مختصرة، ائت بكل حكماء العالم اطرح عليهم هذا السؤال، انظر الإجابة، أريد موعظة وموجزة مختصرة. تعلمون الإمام ماذا كتب له؟ نصف سطر. كتب عليه الصلاة والسلام إليه: ما من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة. الله أكبر، الله أكبر. لو أن شخصا يعرف قيمة الحكم، لو أنه من جمال هذه الكلمة يغشى عليه من حقه. يا أخي، الإمام عليه الصلاة والسلام جمع العالم كله في نصف سطر. كل ما من شيء إلا تراه عينك إلا وفيه موعظة. هذا الجدار فيه موعظة، هذا الجدار، هذا الجدار. أدرك أناسا في هذا المسجد المبارك كانوا يتعبدون، يعني أنا أيضا على نفس الدرب. هذا الفرش فيه موعظة، أنا بالنسبة لك موعظة، أنت بالنسبة لي موعظة. ما من شيء تراه عينك، هذه الأسقاط الصغيرة فيها موعظة. قبل سنتين ما كانت هذه المشكلة، الآن هذه مشكلة موجودة، يعني الدنيا لا تبقى، يعني لا تأمل بالدنيا، الدنيا هكذا، كل شيء عينك تراه فيه موعظة. حكماء العالم كلهم يتمكنون أن يعظوا هكذا موعظة موجزة، موجزة نصف سطر. ومن أهل البيت لا أقول عشرات الآلاف، مئات الآلاف من هذه الحكم. يا أخي، أنت فقط خذ نهج البلاغة، فقط نهج البلاغة فيه مئات الآلاف من المواعظ، فيه مئات الآلاف. أنا أقول أعي ما أقول، فقط نهج البلاغة. أصلا الإنسان عندما يقرأ هذه الكلمات، عندما يدرك ماذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام، إحساس انشراح، إحساس كأن الإنسان يريد أن يطير. هذه أين تجدها مع هذا الوضع؟ نعرف قيمة، لا أقول ولاية، هذه كلمات أهل البيت، جانب من ولاية، من نعمة ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلماتهم. قليل من عبادي الشكر، أين الشكر؟ واحد يشكر أصلا؟ ندرك، نفكر أصلا أن هذه الكلمات نور، هذه الكلمات نعمة كبرى علينا؟ لا. الآخرون لا تتحدث عنهم، خلاص. بعد أيام استشهاد، ذكرى استشهاد الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يا أخي الإمام الصادق يقتل؟ الإمام الصادق يدس له السوم؟ أصلا أترك جانب إمامته، عالم بهالمستوى،
بهذه الدرجة من العلم. هذا لو أن العلماء قبلوا التراب تحت قدمه كان قليلا له. والله البشر لا يستحقون أي نعمة، والله لا يستحقون أي نعمة. البشر هكذا. الإمام الصادق فقط؟ لا، رسول الله كذلك، أمير المؤمنين كذلك، الصديق الكبرى كذلك. من المعصومين ما ظلم؟ من المعصومين ما قتل؟ لماذا ذاك يقتل؟ لماذا أنا لا أدافع؟ لأننا لا نعرف قيمة هذه النعمة. بعد ذلك أنا أقول لزوجتي أنت قليلة الشكر، هي تقول أنت أيضا قليل الشكر. كلنا قليل الشكر. عجيبة آية قرآنية، الله عز وجل يقول إن الإنسان لكفور مبين. هاي كلمة مبين حقا مسبة للإنسان، حقا مسبة، يعني واضح، لا يحتاج أن تستدل، تنظر ليش تعرف أنه قليل الشكر، خلاص كفور. إن فسرنا كفور بمعنى كفران النعمة ما فسرناها بالكفر والعياذ بالله تعالى. كفور مبين واضح، ملامحه تقول لك هو كفور، من نظرة تعرف أنه كفور، خلاص. كيف حالك؟ أول ما تسأله، أول ما تتكلم معه، كفران النعمة يفيض منه، يفيض. يقول لك كيف حالك؟ قل الحمد لله، عندي رب هو الله سبحانه وتعالى، عندي نبي هو محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ظل إمامي صاحب الأمر على رأسي. هاي هذه الصلوات تعلمون كم هي عظيمة؟ كثير من الناس محرومون من هذه الصلوات، هذا الذكر كم هو عظيم. أختم كلامي بحديث شريف. هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وغيره أيضا. الشيخ الصدوق في ثلاثة من كتبه بمقدار ما أنا رأيت روى هذه الرواية الشريفة، في كتاب كمال الدين، في كتاب علل الشرائع، في كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بسند صحيح بل بأسانيد صحيحة. بسرعة أقرأ السند، الذي يعرف قيمة الأسانيد يعرف قيمة هذه الأسماء. الشيخ الصدوق يروي هذه الرواية عن أبيه، عن سعد، يعني سعد بن عبد الله الأشعري رضوان الله تعالى عليه، عن أحمد بن محمد البرقي، أسماء لامعة. وفي كتاب آخر من كتبه يروي هذه الرواية عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن شيخيه الجليلين العظيمين. هذان يرويان هذه الرواية عن أربعة فقهاء أجلاء كبار ثقات. نعم، يقول يروي هذه الرواية عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله الأشعري والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، أبو هاشم الجعفري المشهور، اسم لامع جدا جدا من الثقات، كان عظيم المنزل عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كان من خدامهم مميزين، أدرك خمسة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، شلون توفيق، أدرك الإمام الرضا وخدمهم، الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، وتشرف بلقاء بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفتح صلوات الله عليهم وصلى على محمد وعلى محمد. يروي هذه الرواية عن الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهما، حديث مفصل. شخص خلاصته، جاء شخص جاء إلى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام
سأل منه أسئلة، الإمام عليه الصلاة والسلام أشار إلى الإمام المجتبى صلوات الله عليه أن يجيب على أسئلته، فالإمام المجتبى صلوات الله عليه أجاب على أسئلته. فمن جملة السؤال سأل عن الذكر والنسيان، الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام بيّن جانبا فيما يرتبط بالذكر والنسيان، إنسان يتذكر أو ينسى. قال عليه الصلاة والسلام الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: إن قلب الرجل في حق وعلى الحق طبق غطاء يستر الحق، فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تامة. إن كشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسي. وإن هو لم يصل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو نقص من الصلاة عليهم، إن طبق ذلك الطبق على ذلك الحق فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره. اللهم صل على محمد وآل محمد. جانب هذا. مع هذا الوضع لماذا التذمر؟ لا أقول التذمر من أعمالنا السيئة، لا، ذاك يلزم أن يتذمر الإنسان من أعماله السيئة، التذمر من الذنوب ذاك ضروري أصلاً، لا، التذمر لفقدان نعمة، لنقص نعمة، نعمة راحت من يدي، نعمة لا أمتلكها، لماذا التذمر مع هذه النعمة؟ لماذا بعضنا يصاب بسبب كثرة التذمر بأمراض نفسية؟ لماذا؟ بعض الأمراض النفسية لوجود نقص بسبب كبر السن، بسبب كذا، ذاك موضوع ثاني، ذاك شيء عضوي جسماني. لا، بعضنا بسبب التذمر، هذا دائما متذمر. لا يكون الإنسان يصنف ضمن الأكثرية الخاطئة، لازم الإنسان يصنف من القليل، قليل من عبادي الشكور. يتذكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على نعمة ولاية أهل البيت، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.